افتتح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا مدارس 2023 بمحافظة الجيزة، وأكد مدبولي أن افتتاح هذا المعرض يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات قبل بدء العام الدراسي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، لافتا إلى أن هذه المعارض تعد نموذجا مهما للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وشدد على استمرار تحفيز الدولة للمنتج الوطني وتقديم أوجه الدعم له حتى يتوفر بجودة منافسة وسعر مناسب. هو معرض مميز جدا نظرا ان في كل السلع متنوعه والاسعار مخفضه جدا، يعني فرق ممكن سعر الزيت فرق عن المعرض عن بره فرق 10 جنيه، اعتقد مع المواطن البسيط هتجمع في السلع فهتساعد في كتير ان هو يجيب حاجات اكتر بكتير، نظرا ان في لبس مدارس وسلع غذائيه متنوعة جدا وبأسعار مميزة جدا غير بره تماما. حلو، ولقيت الحاجات المدرسة كلها اللي هي يعني البنسل كيس وكده، وبعديها يعني المعرض في حاجات حلوة كتير وأشكال وألوان وإقلام وحلو. المعرض من أجمل الأشياء اللي في مصر، إنه في اهتمام بالشعب المصري بتوفير منتجات المدارس للطلبة والطالبات بأقل الأسعار، وفي اهتمام من الدولة ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اهتمام من سعادة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام كبير بتوفير المنتجات والملتزمات اللي يحتاجها الطلبة أبناؤنا في المدارس، منتجات جميلة ورائعة، ملابس، شنط، اكسسوارات، أقلام، جميع ما يحتاجه الطالب في هذا المعرض متوفر وبأقل الأسعار. كل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة، والبركة في رئيسنا، ربنا يخليه لمصر.